حاج 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 يا ابن الكاتب يا ابن الكاتب هفهمك في حد صح حد كده في حد صح حد كده حاج هفهمك هفهمك فهمني القهوة يا حاج القهوة السادة يا حاج سادة جايب لي قهوة سادة جايب لي قهوة سادة وبتقولها لي في وشي كده قهوة سادة بتفول عليا عايزني انتهي من هذا الكون تظرفني برا الدنيا لا منتة طلبتها كده منتة ايوه منتة اسمها منتة امال ايه يا حاج اه يا خسيس نسيت اصلك يا واطي نسيت اصلك نسيت بيجامتك الوسخة المعفنة اللي مرمي عليها التراب قرح نسيت شكلك اللي كان متغطي ورا الوساخه ما كنتش عارف مين اللي ورا العفانه دي انا اللي نظفتك صحيح بجنتك المعفنه وصندلك المخربع مرميين لسه تحت في اوضه الكلب صح. يا كلب يا واطي يا حاج الكلب اسمها منتة منتة يا فرحتي منتة يا ابن الكلب والله هموت نفسي عليك ابوس راسك يا حاج ويمين انا هموت نفسي عليك يا واطي يا شر عليك يا حاج ابوس ايدك يا حاج ما تزعلش مني منتة معلش المنتة اطلع عليك تعالى ابن الكلب يا واطي تاني انت عايز كل شويه تتضرب تاني ها يا امك لقلعك البنطلون وهعلم لك على ظهرك ها انت طمعانين فيا ليه يا ولاد يلا يلا وحياة امك ما انا مراقب يلا اجلس يلا يا ابن الكلب يا واطي المنتة قال منتة نسي نفسه الواطي ابن الواطي اطلع عليك احسن عصايا الشاي مين ده؟ بتاع الشاي سمعت ان عندك بنت اسمها رضا ها؟ عندك بنت اسمها رضا بنت؟ اه بنت والنبي ما انا مريح حاجة السلم وصف ليه؟ ايدك يا حاج وحشتوني يا ولاد الكلب وحشتوني يا ولاد الكلب وحشتوني وحشتوني يا عرسل بس كفايه كفايه احنا ما تعيطش رجلك من على رجلي يا حاضر تعيش على رجلي يا حاضر انا من فرحتي يا حبيبي ازيك يا زهيرة ازيك يا علي عاملة ايه يا زهيرة وحشني والله وانت كمان وحشني يا زهيرة معلش يا حبيبي بركة ان انا شفتكم بخير يا ولاد بركة ان انا شفتكم بخير الله يخليك اعدلني ولاد يا عاصم حاضر اعدلني يا اخوي حاضر ايوه بس اقعد بقى طالما انا قعدت يبقى انتوا تقعد لا انا كنت عايز اسالك على ابنك قول يا زهيرة كل اللي في نفسك ايه ابنك اسمه الرعية المحروس هو فين؟ حناوي كركر وهو فين سلامته لا ده كركر دلوقتي في سويسرا عايش في سويسرا على طول حياته عايش هناك يصحى سويسرا ينام سويسرا يتغدى سويسرا ياكل سويسرا حياته كلها مستندسه سويسرا حياته ايه هيوصل في بحر نهر الاسبوع ده عشان كده انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم قد ايه انا قسيت عليكم قد ايه انا حرمتكم قد ايه انا زلتكم ودست عليكم باوسخ جزمه موجوده عندي علشان كده انا قررت ان الثروه اللي جمعتها دي كلها طول حماتي ما تروحش زرت في الهواء لازم ابن الكركر يتمتع بيها ولازم عشان يتمتع بيها اكون انا راضي عنها
اللي عاوزها تكون لابني كركر واحده من فصيل دمه خه، هي خه وهو خه، يبقوا الاثنين اخوات ويتجوزوا بعض، واهم شرط انهم يخلفوا منه حناوي، وعلى حسب ما يختار كركر يجيب حناوي صغير ان شاء الله قد كده يحمل اسم الحناوي او حرف الالف من حناوي، واكتب لها ذاتي ونفسي وما املك. هل من عندكم فتيات؟ هل عندكم من فتيات؟ هل لكم ابناء؟ فلا تقدموا الى ساحه المعركه وتزوجوا من ابن فرفر. هيا تقدموا، تقدموا وأروني من اجل مجد هذه الاسره ان يعود مره ثانيه، وان لا يتكهكر مره ثالثه، وان لا يتعظم على احد في الدنيا ان يكون من خارج هذه المنطقه الحره. نحن ابناء هذا البيت، ابناء هذا البيت، فيجب ان هذا البيت ان يكون مستضاعا بما كان يتوارى عليه هذه العمارة، فيجب ان يكون متواجدين مع وحده واحده في هذا المنطق وعلى اساسه فليتواجد كل المواضع ومنها على وطابق وكور منها الى الامام دائما دائما، ولن اتنحنح ولن اتزحزح ولن اعود ابدا. رفعت القعده. جراح مستر عاصم، انت ناسي الفيلم ده عملته على المدير عشان تاخد ثلثه. الخلاصه انا ليا اخ اكبر تاجر قطع غيار فيك يا مصر، اسمه الحناوي، مالتي مليونير. انت اخوك مالتي مليونير؟ طب قول مالتي لكن مليونير لا. يا عبيطة يا هبلة، مليونير هو اللي مالتي لا، احنا اللي مالتي جنبي منه، عمره ما عطف عليا لا انا ولا اختي، بخيل بخل الدنيا كلها. باختصار عنده ابن اسمه كركر، نفسه يجوزه بنتي من العيلة، وانت عارف ان انا بنتي في الامان هتضبها. طب انا اعمل ايه يعني؟ تعملي بنتي. ما تنسيش وصلات الأمانة اللي انتي ماضيهم لي على بياض، يا الدفع يا الحبس. أيوة يا حاج حناوي، حاضر، ده كان حياتي الواحد امبارح. حاضر، هجيبه وهجيب له لبس اللي هو عاوزه. حاضر، وهقول انه جاي من سويسرا. أنا من سويسرا، أنا جيت من سويسرا. انت عارف يا كركر، انت عارف ان انا ابوك، انا ابوك، ابوك بابا. حلو قوي، حلو قوي كلمه بابا منك، بس عليا حبتين يا ابن الكلب. تعال يا كركر، عايز البس 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 وشك يا دحية، مش عارف احسبك لمين، احسبك لمين، مش عارف. تعال ضبا، سايكو بشكور. لا فاشكور.
سعيكم مشكور. انتوا عملتوا هنا الصوان ليه؟ مش كان لازم ده يتعمل في دار مناسبات؟ كركر هو اللي صمم على كده، ده كان عاوز يدفن ابوه في الجنينه، قال ايه عشان يبقى جنب البسين. البقيه في حياتك. البقيه في حماتك. شد حيلك. شد ديلك. انا زعلان، انا زعلان. بابا نام. بما انك صديق كركر، مش ملاحظ ان تصرفاته غريبه شويه؟ غريبه ازاي؟ غريبه ازاي يعني؟ ما هو صوته عالي على طول وجريء قوي، وردود افعاله مش طبيعيه. راي حضرتك انه قضى فتره طويله قوي من عمره في سويسرا، وكل اللي في سويسرا كده. ده قال لي واحد في سويسرا اهو. صدق شوقتني اشوف سويسرا، شوقتني. ده انا لازم اروح سويسرا. انما انتوا ما عملتوش نعي ليه؟ عملنا. فين؟ في الاهرام السويسري. هند يا هند، هند هند، تعال اكسلنس، ادي قهوه. اتفضل اكسلنس. اتفضل اتفضل اتفضل. ايش حساب؟ حساب هات حساب. مفيش حساب. انت خدت حساب؟ انا ما خدتش حساب. مفيش حساب. لا حساب اكسلنس. غلط كده يا شرف. مفيش حساب. ياخد حساب. مفيش حساب. اشرب قهوه. خلاص الراجل شرب. خلاص معلش يا جماعه اعذرونا، موت والده مأثر على نفسيته. تعال تعال عاوز. انا نفسي افهم بتدور على ايه جوه. طب تعال عم الحلاوي غير علينا. كان غير علينا كمان. الحاج حلاوي كان غير علينا أنا كمان. أنا كمان. أنا كمان كان غير علي. أنا كمان. أنا كمان. دي بقى سويسرا. الله، ده انتوا كده جيتوا على حجري.